أمس حي الربيع العربي، آثار الدمار والخراب في الحي. انظروا إلى الأبنية، أصبحت ركام. الله أكبر، الله أكبر، هذا ما خلفه الجيش الأسدي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه آثار الرصاص والقذائف. هذا عمود الكهرباء، أصبحت منطقة مهجورة. هذا الطفل بين الركام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.